بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده حاجة خاصة بالزرع. طبعا لازم يكون تنظيف التربة اللي انت هتبني عليها الزرع تكون خشبة جميلة، وتنظيف الدم باستمرار كده تترش وتنضف. طبعا في فروع والورق اللي بيتساقط دوت كده، فاحنا بننظمها أول بأول علشان الشمس طبعا بتوصل للجنين. الاعتناء بالزرع ده حاجة مهمة جدا. يعني انت ممكن بنفسك تعمل الحكاية دي، مش شرط تجيب الجناين او كده، فانت لازم تهتم بالحاجات دي لوحدك. اكيد طبعا مع التعود بتلاقي نفسك في متعة كمان وانت بتعملي الحاجات دي. خصوصا كمان احنا في فصل الصيف لازم الاعتناء كمان بالزرع يا جماعة، عشان الزرع ما يموتش. على الاقل طبعا لازم يترش مرتين في اليوم، علشان طبعا حرارة الشمس بتبقى شديدة جدا عشان الزرع ما يموتش معايا. طبعا الاعتناء كمان يا جماعة بالحيوانات والرأفة بالحيوانات في فصل الصيف بالذات يا جماعة، لازم برضو الحيوانات تعتنوا بيها، الحموم دايما عشان حرارة الجو فظيعة جدا. طبعا بيبقى فيه رشاشات كمان في الأرض تعتني بالزرع، عشان الاعتناء بالزرع. جود بوي جود بوي. طبعا اللي عنده حيوانات في البيت لازم يعتني بيهم ويحميهم كل يوم، علشان حرارة الجو رهيبة جدا يا جماعة، واهتموا جدا كمان بجفاف البشرة. مش عايزة اوصيكم بالمية، المية دي تعتبر الحياة. يعني المية دي سبحان الله هي اللي شوف، يعني لو مفيش مية كل حاجة هتجف، الزرع بقى هيجف، الحيوانات، البني آدم. يعني شوفي الأضرار البشرة كلها بسبب يمكن جفاف قلة المية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.